السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشکبران قدرگران امهاتین خلک اکا دیتر جبرنامه ما بریکان اجبرکرنا صورت الکهف. اوهات یاری خسن جلای دزگاه قلم این زن سین قرآنی پفکاری دیگر کنال خابیر تیوی. ام بیر حوال هندی بینین کو اوه قناغ دوی خلکا دماهی که. انشالله تعالی خلکا بیت ام دی برف قناغ سیه و چین کو دماهی قناغه وبتنی دی ده کس میند گرمه و اوجی هر ده کس جه سرکفتیانن و اف بریگان هنی جن بیره حال هم دیبینین شوان اکشم و سیشم و پینشم دیگر ماموسا و سرپرشت من ماموسا فوات علی و خوشکم من ماموسا متهم علی شفیق تیتا بریو برنیم ام هر جار بیره حال آیت اگه تینیم شنیگا برف پشکدارید خواهد چن آیت اف جاره جی الله صلات قرآن ند بجد و این تصبیر و تتقو لا یضرکم کیدهم شیئا اوان هر دو تشتید هنی هگر تنی خواه پیدا گیرن دی ثبات و جگیر بین نکته پیدا بتن اوشتا چنه صبر کشان و یا دوی تقوا الله تعالی الله تعالی گو هگر هین صبری خواب کشن و تقوی من بکن کی دیوانا یعنی فند و فیل بازی توان علمانی و بیدینا چه ضرر تناکن ابدا افجا صبری خواب کشن و تقوی الله تعالی بکن و مجد آیت خواب بهر نکن وان شوید ببهار و اگر پشک دارید مجی آماده بن ام دی برف پشک داره بچین وعليك السلام ورحمة الله وبركاته خير هاتي داودي دلال يلا بخير هاتي داودي دلال ام دي دس بيكين آيات ها بيستو ايكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا صحة خوش صحة خوش جلق باش خوان رضا جلق جونا بصير دويش آياتا بنجيو بنجي داود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين
ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجد من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ما شاء الله صحت خشتك سيدة العزيز آيات نطهشت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال هذا رحمة من ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. أو تهجج برها يا هم بس بصورة ده هندك تهجج برها قرآن. بس. هتهجج برها تقريبا. ما شاء الله. عمل دريش بإن شاء الله. صحتك على دعوة بتبين إن شاء الله هميز دورك جوهر تبيك. إن شاء الله. والله يرمزن جبرة جوهر تبيك. نبز دورك. خير هات دارك. إذا بزوج وسيدة قناغة دويد يعني شوية خدنا كده. أبد ما شاء الله. بركة تأخذ اللبن. فش دور دويد عبد الجليل. بلا كرم. كرم. إما داس بيجي قط، داس بيجي ما قب لا يتمازن جيت شاب. نفس بتيك. هم همي. بلى كرم. أية تهجد سيدي؟ يلا خير هذا سيدي. خير هذا سيدي. هذا هجدي. هجدي سيدي. هجدي كرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه فليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. سؤال أرجي سيدي عبد الجليل شؤية سوحفتي الجماعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. ما شاء الله. حتى تخش سيدي عزيز. سيدي آيات 86. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا
وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكتوب سنور عباس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يلا بخيرات خير هات براي سنور آيات سيه سيدة سيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آيات بنجية وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم
لهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض من كل شيء ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا ما شاء الله جل في خير عبد الوسط كرمك وعليكم السلام ورحمة الله خير هذا عبد الوسط هذا الشاشة سيدة لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا أكير مثلا واو هنا حرف مادة تبكي الضمة وحسب حرف غلط تمام مثلا فقالوا كده قول فقالوا تذكر حسب يعني حرف تيت قاري وصل تمام يديجي مثلا أي الحزبين سيد بل أي الحزبين أحصى نأش بلي الروسطاني فقالوا ربنا هنا كده قول فقالوا ربنا يعني هو إجابة تمام لن ندعو من دونه لن ندعو هكذا تقول لن ندعو من دونه تمام يعني واو يعني واو هكذا تقول كيف بالضم يعني حسب حرف دي درجه حرفيه تخلي تمام تشكي حركه درجه جدا حرفيه درجه جدا كلمه درجه جدا تمام صحت خوش ايات 33 جماعه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه على كما إن أنزلناه فاختلط نبات الأرض فأصبح هشيما واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذره الرياح وما كان الله على وكان الله على كل شيء مقتدرا فلما جاوزا وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وحشرناهم فلم نغادر وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ما شاء الله ووضع درس حطير سيد العزيز آية الصاد والدوام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتقد
أعتدنا جهنم إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا والذين كفروا أولئك الذين كفروا بآيات ربه ولقائه أولئك الذين كفروا بآيات ربه ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. خیرات دانر گلم خیرات سر جو آیت شازده سیدم شازده بلکرم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله
من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. صحت وجدانات. صحت وجدانات. آية تتلو نهي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. آيات صانوت السيدة عزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ما شاء الله. عمل دريش بيتانه. بس آيات نوزو چاره وقتی دمائی که
أن تجعل بيننا تجعل بيننا وبينهم سد تبشك نيزيك إياك ما كرتي ديكر هنا أو خار روايات هاي هي سيدة بس أو نا روايات أبو عم تقوين حفصة لا بتاني صحات قش خير هاتي دون هاي لدرم صحات هاتي ما شاء خير هاتي سرچ الله جندو مهيك بجدر هنا محمد مسلم بل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله خيرات محمد يلا خيرات آية صحيح سيدة آية صحيح صحيح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا إن الذين هرت شيء سري بيها ما كده أبغى ماري هرت في الزبون نعم الثواب وحسنت مرتفقا ويكلم بخو بجرب ضبيرة تبع نعم الثواب وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن إيش آية 42 محمد سؤال 2 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواب وخير عقبا هنالك الولاية لله الحق هو خير
هو خير ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى تحرك الدرس كيف كلمة مهيكة يوما هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواب وخير وخير ثواب وخير ثوابا وخير أملا ويوم خير طب خد تدرس قاعده تشدي خلت ثوابا وخير ثواب وخير عقبة ويوم نسير هون انت بشتين يا خلت تكي يا دي تبقى صافي كير آيات بخوينة هنالك الولاية جرى جون دوت ها وخير ثوابا وخير عقبا او تدرس كذا بشتي ويوما واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ما شاء الله صحت سيارة دمائك آية 78 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ما لم تستطع عليه صبرا يا محمد هكذا تفسير خوان سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا جدب الصحبة بيشت كنت أثبت أيها جماعة بيهنا خفر هنا جري جلن وانا بوش بيجي حتى بس زاكر ما بكردي قلت ذاكر عربي ترجمة سأنبئك بتأويل ما ألم أقل إنك لا أو خلاص بي ما لم تستطع عليه صبرا قال إن أما السفينة فكانت لغلامين لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا همه تو تشر میگی تو داشت شرمی آویج ها چیکی از زن مانه همی آوی تو تیم پیشی درزه ده همی آشده نه بزر پیرز نگه چا وکیت من دارم زن شما ای شرم میگی تا جارادی گلک جان ترجی خوند ها جاری جی گلک باشه بس شرم ها نافده ها شرمی بابجا تو المال بخوام راجع خواد که و بخوینه وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا كما قلت درجة ها بس بكوا يا ديوتي أما السفينة لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما السفينة غلام وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما ربهما خيرا فخشينا أن يرهقهما ربهما لا يرهقهما ربهما خيرا أن
أن يرهقهما طغيانا وربهما. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما ربهما طغيانا. ربهما تضارينا ربهما طغيانا ربهما لكن نفضى فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما أن يبدلهما ربهما. لا دخلت بالجف. فأردنا أن يبدل أن يبدل أنت أجبالة ما حملت. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. جزاك الله خيرا. عبد الدريش إن شاء الله خذت على خيرة تبنيستي إن شاء الله وزاروك شوفل تبكن يتشبيها بشخصة قرآن بخوش بارك تهي جبرها يا محمد بارك ساحة تنخوش تتشان جبرها تقريبا جديك يا دوسي سيدها مهان هم لك على هكي هم لك جاي عمل الدريش إن شاء الله خذت على خيرة تبنيستي خير هاتم حمد بارك دموهي بني السيدة يشمل الدستور التربيني كوميجي مرحبا سيدنا هاي شويه سيدات بارزبو عبد بشكداري كريم همي سركافتين انجل جاد بيجين خدت على خير همي بن مسد ان شاء الله بس طبيعته همي بريكرام سابقه اول مثلا دي تشلم بينجين اشيستن دي بشكداري كن سيدا عبد ما دياري بوداس نشان كريم دي ده بن خدان دياري ده خدت جدا همي خدان دياري ده إن شاء الله الوري أن ببين ديارة همية وهمي بيفا الوري في برهمي ببين في أجري بس طبيعة المسابقة وما ده الدس نشاكرين كودي من خدان دياري سي شوانا دياريت خاصة سيدا يديجيش شاري حتى ده دياريت وان دي وكي أيبا بس أف ملاحظة سيدا تبين يوم دفت أز بيجم أبايا يعني راستي أم يعني وصيد فنديش مهودي سيدا أم وصيد برات شوين كو يعني غدر الكاسي نبو يعني قلمي الدس مدى ام دی پاشی دماغی خلاکه دن بحث کن که دا گازنده نبن کام از سر چی حسیب کرد و چی نحسیب کرد و چوا درجه تید خوار چوا نایت خواره انشاءالله خلاکه دماغی که سیدا نشبر بگاهی وقت جینه ما ام گله بحث بکن بس یعنی وکی بیجن خوده ما گله ترکیزالی کری بجا یعنی نه هنده مثلا دلی خواب پیلن پاولا از زانم سیدا همیاش بره فعلا جی خوده به تاتین از تاکیز زانم ساده ساده همیاش بره و لاجیش بره بس نکو از کورتی بیژن پاش از بیژن کا یعنی ما چی حساب گیرو چنه حساب گیرو یعنی بس مقصدم الفری همیش بره بس کال وری ما چوادید مال وری چوادید او حسابه احتمالم پش مثلا بری تو تلویزیون تا شوال خلا ترش بر بود بس الفری تو پچک تک چوی درجات دش یدی کیمتر بت یدی وری نه حزقی اوا جاری امده بس وی بیژن ان شاء الله خلاکا دمای کی صداخته دیاریا بله وقتی هم شوری رون کر نگدیب دینه که بودی مثلا یک چند بری که احتمالا سیدا خود درجه تنه یک چند بری که اینکه یعنی دو انشالله گازن دانه بره این گازن داشت منکن انشالله این گازن داشت منکن جی چی که امتحان خود درست کن یادی جی پای خود جدا مفتی بینیت ود از بیم انشالله و جسیدا که راجی سرگوتناتا خیلی که دمایی که انشالله بله. دچیت کن آقا سیو دمایی که سرگوتناتا سیدا این چند بد و جذب بود که دنگی گلک خواج بتن یعنی حتی مقام زیرک بتن یعنی دنگی گلک خواج سیدا لامش برد اکید بس این ویری تیک بس این ویری اگر آیت خلاص کرد و درجه جهت خورد چند بد ای که های دنگی گلک نخواش اگر گویی چند بد تمام رف نشد گوی خواب دتی بس این آیت همیا خواندی ابد خلط نکرش اولش تا پیش ای که یدی راست یدی چه بود پیش نویش بود دنگی خواستر بود احکام تجویده بس شرط ویریه یعنی همات ویری زدقی خلط بی او درجه جد تیده خواره و دمه های کن بجن دعا بو مبکن که شوید هنی اف شوید هند بخیر و اگر ما مستوام منتهم را شب شتا که بتن بدا کرم که تو بمایی بینیم
از دخواست سرکفتن بوان همی پشک دارن مد خوازم اوید گل قناخ آدوی دادگل ما پشک دار بین و دخواست سرکفتن بوان جید خوازین اوید کود درواز قناخ آسه بین انشالله تعالی جرابید اگر خود حس که دست قناخ آسه کین و دخواست سرکفتن بوان مید خوازین و جبیل نکن شبت لیلت القدر مجدعت خواب بهر نکن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.